بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أحمد ربيع، أستاذ أمراض الباطنة والكلى. هكلم الأطباء الشبان عن السكر ومشكلته مع الكلى. وطبعا أنا بدعوهم دايما إن أي مريض سكر بيجي لهم، طبعا بجانب الأشياء اللي احنا عارفينها كمريض سكر من تظبيط الأكل وممارسة نوع من أنواع الرياضة، وإذا كان في ضغط دم بنظبطه، وإذا كان برضه بالنسبة للعلاج بتاعه بياخده، ومتابعة طبعا التحاليل بتاعته على أساس يطمن دايما إن العلاج اللي بياخده جايب نتيجة. يعني أنا بيشوف مرضى كتير يقول لك أنا باخد العلاج، طب ما بتاخد العلاج إيه نتيجة العلاج؟ لازم بتابع بعمل التحاليل بتاعتي عشان أشوف العلاج اللي أنا باخده ده ظابط ولا لأ، على أساس إن أنا لازم أبقى عارف إن أنا الجرعة اللي أنا باخدها لا هي زيادة ولا هي أقل، لكن تكون ظابطة معايا السكر بتاعي. الحاجة اللي أنا عايز أنوه عنها قصة علاقة السكر بأمراض الكلى. طبعاً إحنا عارفين كلنا إن ممكن السكر بيأثر على الكلى بشكل كبير، طبعاً بيؤدي إلى إحنا عارفين طبعاً الدايابيتك نيفروباثي، وبالتالي لازم أي مريض سكر عندي حتى لو لسه متشخص جديد، لأن أنا مش عارف السكر جاله إمتى، وفي فرق طبعا انتوا عارفين بين ظهور تشخيصه وبين ظهوره، ممكن يكون عدى 5 6 7 سنين على بال ما الواحد يكتشف ان هو عنده سكر. وبالتالي لازم انا مريض السكر لازم هحلل له وظيفه كلى، احلل له تحليل بول عشان اطمن على نسبه ظهور الالبومين او الزلال في البول، ودي طبعا بتكون علامه متاخره لحدوث تعب الكلى الناتج من السكر. وبالتالي يبقى انا لازم اتابع المريض متابعه دقيقه واطمن على وظائف الكلى بالنسبه له، وهل حصل له مشاكل ولا لا. طبعا لتعظيم الفايده وتقليل مشاكل الكلى اللي هي ممكن تحصل، لازم طبعا بسيطر على السكر كويس، بعمل الدايت بتاعي كويس، اذا كان في لايف ستايل او الاكل او الاكسرسايز بيأديه المريض، اذا كان في ضغط عنده. وطبعا بننبه هنا المرضى اللي هم بيدخنوا او حتى التدخين السلبي، يبعدوا عن التدخين مع تنظيم الاكل مع العلاج مع المتابعه. يعني انا مش هكتفي ان انا باخد العلاج، انا مش بمضي ان انا باخد علاج وخلاص، لا انا عايز اطمن ان العلاج اللي انا باخده هل هو مؤثر وجايب نتيجه ولا لا. وطبعا بننصح دايما المريض بتاعنا انه يكون عنده جهاز بتاع قياس السكر، عشان ده يورينا احنا فين ومحافظين واللي جايبين نتيجه سيطره السكر ولا لا. وطبعا اذا بدا يظهر عنده مشاكل في الكلى، فطبعا ده بيخلينا ناخد بالنا من جرعات العلاج. وفي بقى عندنا هاتف كده ووازع دايما ان احنا نقول له خلي بالك من ان ممكن يحصل عندك نوبات انخفاض في السكر طالما بدا الكلى يحصل فيها كسل وكسور، ودي مهمه جدا وننبه المريض ليها. وحتى في ساعات يجي لك مريض يقول لك والله انا كنت باخد جرعه سكر او باخد علاج سكر، بدات الوقت اقلل لان بدات السكر بتاعي يبقى مظبوط. في الحاله دي لازم يبدأ ذهني يروح على طول ان انا بعمل وظيفه كلى، لانه ربما يكون حصل عنده كسور في الكلى، وده اللي بيدخله في سكر قليل او نوبات سكر قليل. فدي نقطه مهمه جدا، ان لو جالك مريض بيتكلم على ان هو بدا السكر ينخفض او انه احتياجاته للعلاج السكر بدات تقل، لا على طول اعمل له وظائف كلى، وطبعا متابعه تحليل البول. والتعليمات اللي انا قلت عليها دي لازم تقعد مع المريض، لان المريض محتاج الدكتور يقعد معاه شويه يوضح له هياكل ايه، ياخد العلاج ازاي، اذا حصل اي مشاكل او ايه المشاكل المتوقعه من العلاج، وبالذات خاصه قصه ان انخفاض السكر دي لازم نشرح للمريض وننبهه وايه الخطوات اللي ممكن يعملها لو حصل له شيء زي كده. وطبعا بنتمنى لكم جميعا التوفيق والاهتمام المريض، ونقعد معاه شويه بالذات في الاول، اول ما يجي له السكر منوط بالطبيب اللي هو جاله اول المريض ده، يقعد معاه شويه ويفهمه طبيعه المرض ونظام الاكل والحاجات اللي هو العلاج اللي ممكن ياخده عشان ما يخشش في مشاكل او مضاعفات السكر. وفي نصيحه دايما بنصح بها برضو المرضى بتوعي، ان انا بقول له خلي بالك من رجليك، لان احنا طبعا عارفين التهاب الاعصاب الطرفيه اللي بيحصل بيخليه ما يحسش بالجروح اللي ممكن تحصل له. فانا دايما اقول له وانت رايح بالليل تنام بص على رجلك كلها ازيك عامله ايه. لازم تشرح للمريض كده عشان لو حصل له اي مشاكل
يقدر يتجنبها من البداية. وبالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله وللمرضى بتوعنا. شكرا.